صباح الخير لكل المشاهدين، واسبوعنا بيكمل وبيرجع بيتجدد كمان بما انه انا امبارح ما كنت على الهواء. اليوم رح نروح على الابر بودي كمان بما انه نهار تاني كنا عم نحكي لور بودي، فشغل كثير مهم نكون هذا البازل اللي دائما بحكي عنه نكون عم نقطع عليه من خلال الاسبوع. كل الكومبوننتس اللي نحن بيميزوا عالم اللياقه البدنيه من ويت ليفتنج لكارديو فاسكولار تريننج، جعيد لاجيليتي، كوردينيشن، بالانس، بلايومتريكس، كل الامور اللي ممكن نعملها ليخلونا ناس افضل على المستوى الجسدي لازم نكون عم نعملهم خلال الاسبوع. مشان هيك انا دائما بجرب احترم هيدا التتابع، بجرب احترم هيدي السيكونس اللي بتخلينا قد ما فينا نكون عم نركب البازل بطريقه منيحه. بما انه رح احكي ابر بودي اليوم كمان رح نروح لشويه بيكتشرز رح فرجيكم بالمجمل. اول صوره عم نحكي السكلت الهيكل العظمي من الميله الخلفيه رير فيو، بعدها دغري الصوره اللي رح تجي رح تفرجيني العضلات اللي بيعملوا كفرنج لهيدي الاريا بالالوان المتعدده، كل عضله ملونه بتشير لعضله معينه موجوده بالجروب اوف ماسلز الموجود بالظهر. بنتقل للصوره الثالثه عم بحكي عن هيكل عظمي من الميله الاماميه فرونت فيو، عم برجع روح على الصوره الرابعه يلي بتعطيني مجال شوف اذا بدكم ستراكتشر العضلات بالتداخل تبعهم الموجوده بالفرونت فيو. كل يلي عم جرب اقوله، كل المسج اللي عم جرب ودي لكم اياها انه اليوم العلاقه قديش وثيقه جدا 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 ما بين الهيكل العظمي يلي بعدين بيجي بيعمل له كفرنج من كل الميلات وبيحميه اكيد العضلات والشرايين والليجمنتس والتندنس وكل هالامور. بدي اذكر شو الفرق بين الليجمنت والتندن. التندن هو يلي بيربط العضله على العظمه مثل ما شفنا هيدي الكفرنج اللي صايره، والليجمنتس هن شو بيوصلوا عظمي على عظمي. فاليوم ما بدي يكون عندكم كونفيوجن خاصه بالمحلات لما يكون عندنا بركي بوتنشال انجري باي مفصل ونقعد نقول از ات تندن اور از ات ليجمنت، وهيدا الشيء ما لازم نكون عم نعمل اسامبشن فيه، لازم نستشير اخصائي. لكن خلينا نبلش بالسيركت تبعنا. رح بلش استلقي على ظهري بسوباين بوزيشن، اعمل حركه للتشست بعدين باك شولدرز بايسبس اند ترايسبس. اكيد الاوزان كمان بكون فيهم كثير بروجريسيف لما اكون عم بشتغل، بمعنى كمان وورم اب كان دان ستريتشنج دان وبرجع بروح للحركات. لكن من هون 1 مع روتيشن لفوق، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد 5 1 2 دائما معدتي مشدوده، 3 4 5 بيرفكت. رح ضلني بنفس الوزن، رح اخذ البوزيشن الصحيحه لأدي هيدي الحركه، رح ارجع الكتاف لورا، ركابي رح يكونوا مطعوجين منن جالسين للاخر، من هون رح انزل لتحت بظهر جالس ورح ادي 12 مره من هون، 1 بلا روتيشن، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 و2. اكيد ما لازم اعمل هايبر اكستنشن بالسيرفيكال بارت تبعي، لازم خليه الايند مع سباين تبعيتي. اني ثبت الابر بودي تبعي شغله كثير مهمه انا وعم بشتغل سوينجينج واكسبلوزيف بوزيشنز ما لهم معنى ابدا، لاني بس مجرد عم فكر تفكير خاطئ بدي احمل اوزان ثقيله قد ما فيي كرمال لاتحسن، هيدا منه مزبوط لانه هيدا بياخذكم دغري للانجري. خليني روح لحركه للكتف بوزن خفيف رح بلش فيه من هون اب لفوق، برجع بنزل شوي شوي لقدام، ذاتس 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 perfect. بنتقل لحركة تانية رح اشتغلها انا وسيتد من هون، سيركت افكتيف ما عم برتاح
بين اكزرسايز واكزرسايز لكل مصل. واحد مع روتيشن، اثنين، ثلاثه معده مشدوده، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، عشره، كمان عشره، واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، وعشره. بيرفكت. دمبلز على جنب، رح اعمل حركه للترايسبس بعد ما زيح هيدول الدمبلز على جنب. ومن هون ثلاث نصايح بعطيكم اياها كل يوم، براكتس براكتس براكتس. اذا بتغيبوا شهر وبترجعوا تعملوا حركه، بترجع بتغيبوا 15 يوم تعملوا حركه، هذا تمرين منه جدي، هذا تمرين غير مبرمج، غير ممنهج وعشوائي. هاب لفوق من هون، ذاتس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 we go for 10 more that's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 perfect فينا نعتبر هلا سيركت 1 دن، على اساس كل شيء معده اكيد موجود بالابر بودي تبعنا، كل شيء كور رح اشتغله بحلقه ان الله راد نهار الجمعه لحالها، مشان هيك رح شدد هلا على السيركتس يلي عم نشتغلهم. خليني روح هلا كمان لحركه تشيس، ارجع بلش من اول وجديد، بجرب قد ما في بين السيركت والثاني غير شوي بالحركات، من الحركات اللي بتكون بودي ويت اورينتد مثل الحركه اللي حعملها هلا، واكيد معظم الحركات بكون فيها دمبلز او حيلا اكسسواريز ممكن نكون عم نشتغل عليهم. ليتس جو فروم هير 10 تايمز، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، خمسة كمان، اثنين، ثلاثة، أربعة، وخمسة. بيرفكت. بنتقل لحركة للظهر، رح أطلع بالأوزان شوي. وان آرم دمبل رو، أكيد ظهري جالس. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. I switch. أهم شيء بلش ببوستشر صحيحة كرمال كمل الاكزرسيس. تذكروا ما يبنى على باطل فهو باطل. نفس الشيء بالستركتشر تبعية الجسم تبعيتنا، بالبوزيشن تبعيتنا. 3 4 5 6 7 8 9 and 10 perfect. رح ارجع اروح هلا رح اعمل كومبينيشن ما بين حركه للكتف وحركه للبايسبس. رح اعمل، بنتبه دائما انا عم بعمل بيك اب للاوزان، رح اعمل lateral raise من هون ومن هون دغري. 1 2 3 كمان 4 more and more 5 كمان 6 4 more to go 7 8 2 more 9 and 10 perfect I feel it صدقوني بهالاماونت الصغير بهالوقت الصغير بس عم حس انه عضلات الابر بودي تبعي عم بيتفاعلوا كثير عم حس بطريقه كثير بوزيتيف عم بيشتغل العضلات عم بيشتغلوا بتعرفوا اذا عم تشتغلوا ما عم بتحسوا ابدا بالتشالنج يعني هون لازم تشوفوا الانتنسيتي تبع الورك اوت الاكسترنال ستيمولس اللي هو الاوزان اللي عم تستعملوها كل هالامور مهمة جدا لتخلي التمرين تبعكم تشالنجينج اكثر. You have to challenge yourself when you work out. Period. ما لازم تكونوا عم تقطعوا بالتمرين بلا ما تعرقوا، مع انه العرق بركي مش هو الدليل انه انتم عم تتمرنوا، ولكن تقطعوا بكل هالورك اوت سيشن تبعيتكم وعادي ما نكون تعبانين ما تحسوا حالكم عملتوا تشالنج مش منيح لتتقدموا
فيزيكلي ومش منيح ابدا كمان للمنتل تشالنج تبعكم اللي بخليكم تقطعوا هدول الاوبستكلز لتضلوا مكملين دائما بالتمرين تبعكم. خليني اروح على الترايسبس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة. بيرفكت. بياخد نفس عميق رح يضل معي شوية وقت كرمال بلش بالسيركت نمبر 3. إذا كملناه بكون كتير منيح، إذا ما كملناه نرجع أكيد بوقت آخر كتير قطعنا ميلات. بدي أعلي بس البنش من هون ليصير بشيء اسمه انكلاين بوزيشن. لما احكي انكلاين وتشيست عم بحكي تارجتينج اكثر الانجل او الزاويه الكورنر الاعلى من عضلات التشيست. هن فان شيب ماسلز بغطوا القسم الاعلى من الابر بودي تبعنا، مشان هيك اليوم الانكلينيشن او الديكلينيشن تبع البنش او تبع البوزيشننج تبعيتي كثير رح تكون مهمه to target my muscles. لكن 15 من هون. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. برجع من هون بوقف دغري رح استعمل نفس الحركة اللي عملتها ولكن بـ external stimulus في progressed وأصعب، وأكيد رح غير البوزيشننج تبعيت إيدي بدل ما أكون ثابت أو جالس رح أبرمهم لهون. باخذ البوستشر تبعيتي أب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. أب لفوق بدل معي دقيقة. آخر حركة اللي قلنا بتكون الأوفر هيد بريس من هون أب أند داون عشر مرات. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. I love circuits. I love circuits. للناس اللي ما عنده وقت كتير تشتغلوا full body circuits أو lower body circuits أو upper body circuits بتوفروا وقت. Very efficient. مثل ما بقوم دايما بفكرتنا 1% of your day. أنا رح أشوفكم بكرة بنفس الوقت. بقلكم بس لبكرة شغلتين أساسيتين بتركزوا عليهم دايما بعالم التدريب. Practice and education لتوصلوا على التارجت الفيزيكال تبعكم والمنتل. Get fit, stay fit.